طيب يا شباب، طالما عجبكم موضوع معلومة عن الماشي ننزل لكم الجزء الثاني منها، وهي السكادا ريدندنت سيستم. وزي ما انتم شايفين قدامكم، احنا في السيرفر روم بتاعت السكادا سيستم بنستخدم حاجه اسمها الاي سي اس. الاي سي اس دي من شركه اسمها افل سميث، وهي شركه كبيره في عالم صناعه الاسمنت. المين اوفيس بتاعهم في الدنمارك. السيستم عباره عن اتنين سويتش زي ما حضراتكم شايفين كده، سيمنز سويتش، اهو سويتش فوق وسويتش تحت. السويتش ده بيدخله سواء كان ايثرنت او فايبر اوبتيك، ده سويتش واحد وده سويتش اتنين، ومتوصلين باتنين سيرفر. دي السيرفر بانل بتاعتنا، ادي اول سيرفر اهو، ده سيرفر واحد ديل، وادي سيرفر اتنين، تمام. وده هنا الكلاينت كمبيوتر، في اتنين كلاينت كمبيوتر هنا، وفي كمان في البانل اللي جنبها هنا هنلاقي في حوالي اربعه كلاينت كمبيوتر، دول اقدم شويه. وكل كلاينت كمبيوتر متوصل على البي ال سي ستيشنز يعني، ودول متوصلين على البي ال سي ستيشن. دي عندي ستيشن واحد هنا كده، وعندي ديت ستيشن اتنين، وعندي هنا كمان ستيشن تلاته. كل ستيشن من دول فيها سي بي كارد. هو طبعا هنا مش نفس اللي انا وريته لكم المره اللي فاتت، اتنين سي بي يو ريدندنت سي بي يو، لا هنا نظام قديم شويه. المره اللي فاتت كان مشروع جديد، هنا نظام قديم شويه، هي بتبقى سي بي يو واحده بس للستيشن، ولكن عندي اتنين سي بي كارد. ده كده السي بي كارد، هنا واحد، هنا سي بي كارد، وهنا السي بي كارد الثاني. كل سي بي كارد من دول واصل على سويتش من هنا، سويتش واحد او سويتش اتنين، وكل سويتش من دول واصل على سيرفر، سيرفر واحد او سيرفر اتنين، وكل سيرفر متوصل على كلاينت كمبيوتر. عندي معظم الكلاينت كمبيوتر نصهم متوصل على سويتش واحد ونصهم متوصل على سويتش اتنين، بمعنى ان الكلاينت كمبيوتر لو عندي 8 كلاينت كمبيوتر يبقى 4 متوصلين على سويتش واحد و4 متوصلين على سويتش 2، بحيث ان لو في كلاينت كمبيوتر فصل او في سويتش من دول فصل او في سيرفر من دول اتطفى يبقى شغالين على السيرفر الثاني، السيرفر الثاني بيكون شايل البلاند. طبعا السيرفر زي ما حضراتكم شايفين السيرفرات الاثنين شغالين مع بعض، يعني السيرفرات الاثنين شغالين، مش واحد شغال والثاني ستاند باي، لا السيرفرات شغالين الاثنين مع بعض. وبس كده، اتمنى انكم تكونوا استفدتوا، واتمنى ان الصوت يكون واضح. وقولوا لي لو عجبكم الفكره ديت، نصور لكم حاجات كمان في المعلومه على الماشي.